حابين كمان نتكلم عن منتخب مصر الأولمبي اللي عمل بطولة إفريقيا تحت 23 عام، عمل بطولة رائعة. عايزين نقول له مبروك. طب حد يقول لي مبروك على إيه؟ مبروك وإحنا خسرانين؟ آه مبروك. مبروك وإنت خسران بشرف. إنت لعبت 103 دقيقة وإنت ناقص. إنت مطرود منك لعيب. فطبيعي إن إنت تخسر. إنت بتخسر قدام مين؟ قدام فريق هين؟ لأ، قدام فريق كبير ومنتخب كبير، منتخب المغرب. منتخب مليء باللعيبة المحترفين، وبتوصل معاه كمان لوقت إضافي، وبتخسر بالعافية زي ما بتقال كده باللغة العامية، وبيخسر شباب الفراعنة لقب أمم إفريقيا، ولكن بشكل مميز جدا وبأداء محترم جدا. بدأ خلي بالك برضو مع الراجل المحترم المدير الفني روجيرو ميكالي، عمل أداء محترم جدا، كان تصاعدي. يمكن في أول مباراة 5 كور في العارضة، الناس كلها استغربت، قالت لك بس أنت تعادلت أول مباراة كده الموضوع صعب، فإحنا كده الدنيا بتتقفل قدامنا. لا، الراجل خدها واحدة واحدة. الماتش اللي بعده بيكسب، الماتش اللي بعده بيكسب، بيصعد للدور قبل النهائي. الراجل خد الموضوع خطوة خطوة كده لحد ما وصل للنهائي، وما كانش حد متوقع خلي بالك ان منتخب مصر يصعد لنهائي هذه البطولة. تلاقي اللعيبة بقى، تلاقي الجهاز الفني، تلاقي المنظومة كلها بتاعت منتخب الأولمبي كانت ماشية كويس جدا، لحد ما بعض الناس كده ما اعرفش والله، هو ممكن انت حد يتفائل يتشائم بحاجة، بس اول ما تحس ان في بروباجندا في موضوع معين كان الناس ماشية يعني في صمت. وصلوا للنهائي، أول ما وصلوا للنهائي الناس مسكت الحديدة اللي قال لك احنا مستنيين منكم البطولة، مستنيين منكم ترجعوا بكأس البطولة، واحنا واحنا واحنا. والناس بقت عايزة تظهر في الصورة، طبعا الناس مسؤولين وناس معروفين اللي أنا أقصدهم يعني، وقال لك بس احنا ايه، هي دي بقى ده اللقطة، ماسك الميكروفون وقال لك احنا مستنيين، احنا عملنا، احنا اعدينا منتخب الاولمبي وعملنا وسوينا، وللاسف انت بتخسر امبارح. يا ريت الناس دي ما كانت اتكلمت يعني، كان الناس فضلوا ماشيين كده في صمت، ماشيين خطوه بخطوه، وصلوا للنهائي كانوا ياخدوا البطوله، ولكن قدر الله ما شاء فعل. ولكن شيء مشرف، جيل محترم من اللاعبين، مجموعه كويسه جدا من اللاعبين في خط الدفاع، لعيبة محترمة جدا في حراسة المرمى حمزة علاء، في خط الدفاع، خط دفاع زملكاوي بالكامل، حسام عبد المجيد، محمد طارق، وحاتم سكر، واحمد عيد اللي هيرجع مرة تانية مع بداية الموسم اللي جاي. فانت أسامة فيصل في الهجوم، ابراهيم عادل لعيب كبير جدا في بيراميدز، محمود صابر اللي جاب هدف عالمي من امتع الاهداف اللي شافتها عيني، هدف هدف محمود صابر امبارح، ايه الهدف ده؟ واحد من احلى وامتع واجمل الاهداف اللي عينك تشوفها في كرة القدم، هدف محمود صابر امبارح. خلي بالك كان بيحرجم على الهدف ده، والراجل عامل بطولة محترمة جدا. بتكلم على المجموعة كلها عاملين أداء عالي جدا، ولكن محمود صابر عامل بطولة رائعة هو وابراهيم عادل. محمود صابر يعني بعد ما جاب الهدف العالمي ده، شفنا بقى الإعادة بتاعت الكورة والطرد اللي حصل، طبعا سبب لنا صعوبة كبيرة جدا في انك تجاري المنتخب المغربي اللي في وسط أرضه وفي وسط جمهوره ولعبته لعيبة محترمة ولعيبة محترفة كتيرة جدا، ولكن انت قدرت تعافر لحد ما وصلت لوقت إضافي، وصلت لوقت إضافي بالعافية خسرت هذه المباراة. فشابو لكل لاعبي منتخب مصر، تحية تقدير لكل رجالة منتخب مصر، للجهاز الفني والإداري وكل المسؤول عن أو كل المسؤولين عن المنتخب الأولمبي.
في الإنجاز أولا بالصعود للأولمبياد، أولمبياد باريس 24. ومن هنا حابين نقول مبروك لرجالتنا الرباعي الدفاعي الزملكاوي اللي تأهلوا للأولمبياد مع منتخب بلدنا الأولمبي، أحمد عيد وحسام عبد المجيد محمد طارق حاتم سكر. مبروك لكل المنتخب المصري، ومجموعة قوية، مجموعة محترمة، لعيبة ملتزمة، وده الأهم في كرة القدم. العدل اللي بيطبقه الراجل روجيرو ميكالي، بياخد لعيبة من كل الأماكن، بياخد من المحلة، من إمبي، من الزمالك، من الأهلي، من كل الفرق، من بيراميدز، من كل الفرق. الراجل في عدالة احنا شايفينها، فعشان كده أول ما تطبق العدالة تلاقي حاجة مميزة، حاجة إيجابية، تلاقي منتخب لا بيلعب باحترام، بيحترم الخصم، بيلعب بأداء في الملعب، بيطبق التكتيك بتاع المدير الفني بتاعه بشكل مميز جدا. فعايزين نقول لهم شرفتونا وهارد لك على الفوز بالبطولة، ولكن مليار مبروك التأهل للأولمبياد.